احنا اخذنا ضمن البروتوزوا، مو قلت لكم نقسمها الى اكثر من كلاس. ضمن البروتوزوا هاي اخر شيء اللي هي الملاريا، لانه من الاسبوع اللي بعده راح نبدي ناخذ الديدان الهلمنتس، راح نعطيكم هم 3 اقسام عليها، يعني تقريبا بعد 3 مختبرات من عدا هذا. طلاب الملاريا انتوا اكيد يعني سامعين بها او تعرفوها، هي من الامراض طبعا الشائعة واللي تستوطن الكثير من بلدان العالم. راح نشوف بهذا النوع من الطفيليات انه هنا دورة الحياة راح تكتمل بمضيفين، اللي هو الناقل اللي تكون قلنا لكم احد تكون الحشرات مثل الليشمانية، والهوست اللي هو يكون مثلا احد الماموليان اللي هو الانسان. طبعا الاشياء اللي تركزون عليها ضمن الملاريا، هو المختبر كلش كبير والملاريا من اكبر الطفيليات يعني بها هواية تفاصيل. زين الشغلات الرسم راح نعطيكم اياها ان شاء الله يوم الاحد، نحدد لكم بس الاستيجات اللي مطلوبة من عندكم، والاشياء اللي هسه راح اقول لكم تركزون عليها هي المطلوبة من عندكم بالعملي. زين اول شيء طبعا الاسم مال قلت لكم اني من اول شيء انه من اقول لكم واتس كوزز. زين طبعا هو الجينس اللي يسببه هو البلازموديوم. من اقول لكم واتس كوزز هي تسبب لنا كل الانواع تسبب لنا الملاريا، بس الاسماء مالتها راح تختلف حسب الاجناس، انتو هاي ما مطلوبه من عندكم يعني كتعداد، بس المهم تعددوا لي الانواع مالت البلازموديوم اللي هي الفالسيبارام والبيبكس والاوفل والملاريا. عندنا بس الفالسيبارام مطلوب من عندكم الاسم مالتها اللي واتس كوزز. زين اذا ضمن البلازموديوم هسا اول شيء راح شنو نحدد الانواع مالت الانواع اللي تابعه الجينس البلازموديوم، وتحفظوا لي الاسماء مات الانفكتيف او اقول لكم واتس كوزز. زين عندنا هنا الفيكتور اللي راح ينقل الملاريا اللي هو بالعاميه احنا اللي هو اصلا هسه موجود البعوض، اللي هو الاسم العلمي مالته الانوفيلس، والكومن نيم اللي هو الاسم الشائع مالته الموسكيوت. زين فمن اقولكم الاسم العلمي هو الانوفيلس والكومن نيم هو الموسكيوت. هاي البعوضة راح تنقل الطفيلي او الستيج اللي هو الانفكتيف ستيج، هسه نجي ناخذه بدورة الحياة الانفكتيف ستيج. زين عن طريق يعني من تاخذ الوجبة مالت الغذاء مالتها هي تتغذى على البلاد، يعني اثناء ما تاخذ الوجبه مالتها التراكيب مالتها الفمويه تكون ثاقبه ماصه. طبعا هي بس الفيميل، بس هاي كل التفاصيل انتوا راح تاخذوها بالنظر اعتقد او اعطاكم اياها دكتور احمد. زين راح تنقل الستيج الانفكتيف ستيج اللي هو هنا يكون عندنا الانفكتيف ستيج هنا يكون عندنا السبوروزويد. زين وهسه نيجي ناخذ الدايجنوستيك ستيج حسب دورة الحياة، هسه نشوفها بالهيومن. يعني احنا هنا الدايجنوستيك ستيج وين راح نقدر نشخصها؟ راح نشخصها بالهيومن. تتميز دورة الحياة بالهيومن انه راح تمر بدورتين حياة، يعني دورة حياته بالهيومن راح تكون ضمن جزئين. هاي هنا شوية دورة حياة يعني هوسة عليكم، شوفوا لي هذه الدورة حياة هنا أنا. هنا أنا إيش راح نشوف إنه الانفكتيف ستيج قلت لكم هو من هو السبوروزويد. زين راح تجي تشوفون هنا أنا هذا قلت لكم عليه من أول مختبر حرف الآي اللي هو الانفكتيف ستيج، راح تجي البعوضة أثناء ما تأخذ الوجبة مالتها مالت الغذاء إذا كانت حاملة هذا الطفيلي راح تنقل هذا الستيج إنمن للهيومن. من ينتقل هذا الستيج الى الهيومن سببت لي الاصابه، بس كل هاي هنا من تسبب الاصابه ما راح تظهر الاعراض، راح تمر هنا دوره حياه هذا الطفيلي داخل الهيومن بدورتين،
اللي هي نسميها الإكسو أريثروسايتك والأريثروسايتك. الإكسو أريثروسايتك من اسمها يعني هاي دورة الحياة ده تصير خارج كريات الدم الحمر الـ RBCs. زين ايش راح يصير عندي؟ انه هنا السبوروزويد راح يبدي من يدخل للهيومن يبدي وين يروح وينتقل عن طريق الدم يروح للليفر، راح ينتقل يتطور يروح للخلايا مال الليفر. من يروح خلال التطور مالته ويروح للخلايا مال الليفر راح يكون لي شايزونت، يعني هنا عندي شايزونت ده يصير بالخلايا مالت الليفر. ورا ما يبدي ينقسم داخل الخلايا مالت الليفر راح يصير بيها ديسربتشر للخلايا مالت الليفر. وين ينتقل؟ راح ينتقل ويدخل المن للار بي سيز. اذا هنا انتقلت هسه دورة الحياة خرجت عندي من الاكسو اريثروسايت راح يدخل الى داخل الار بي سيز اللي هي الاريثروسايتك سايكل. من يدخل هنا داخل دورة حياة يعني داخل الكريات الدم الحمر راح يبدي يتطور الى هاي الستيجات تشوفوها اللي هو الرينج ستيج والتروفوزويد، طبعا الماتشور تروفوزويد. وهم يعني يكون عندي شايزونت. الشايزونت هنا بس وين دا يصير؟ داخل كريات الدم الحمر داخل الار بي سيز. هذني الثلاث اطوار او الثلاث ستيجات، هذني ثلاثتهن هن يعتبرن دايجنوستيك ستيج. يعني من اجي اسالكم الدايجنوستيك ستيج بالملاريا او البلازموديوم ما تقول لي ستيج واحد، راح تعدد لي اياهن ثلاثتين اللي هو الرينج ستيج والماتشور تروفوزويد والشايزونت. الشايزونت طبعا اللي يكون بالار بي سيز. زين انتبهوا وياي على هاي الملاحظات. اذا هسه الملاريا يعني ما اريد ادخلكم بتفاصيل الدخون بها بالملاريا، لانه الملاريا كلش قلت لكم متشعبه اصورتكم اياها دكتور احمد، بس اهم شيء حفظوا لي هاي الاشياء المطلوبه من عندكم بالعملي. انه دوره حياه الملاريا من تكون داخل جسم الانسان راح تكون عندها تو سايكل اللي هي الاكسو اريثروسايتك والاريثروسايتك. بالاكسو اريثروسايتك راح يدخل لنا عندنا السبوروزويد اللي هو الانفكتيف ستيج، يروح راسا يصيب لنا الليفر سيل الخلايا مالت الكبد يبدي ينقسم بيها يكون لي الشايزونت. ورا ما يصير ديسربتشر للسيل مالت الليفر راح تخرج الشايزونت. وين تنتقل؟ تنتقل هاي الشايزونت هي اللي تصيب لي هي اللي لها القدرة انه تدخل الار بي سيز مالت الهيومن. دخلت للار بي سيز مالت الهيومن راح اميز هنا 3 ستيج اللي هي تعتبر الدايجنوستيك ستيج. زين اللي هو الرينج ستيج وعندي الماتشور تروفوزويد وعندنا الشايزونت اللي يكون بالار بي سيز. ايش راح تصير؟ هاي راح تبقى داخل الكريات الار بي سيز، كل ما تنقسم يصير بيها ديسربتشر للار بي سيز راح ترجع تصيب لخلايا اخرى. ايش راح يصير؟ جزء من عند هاي الرينج ستيج راح يتميز ويسوي لي الجاميتوسايت. يعني انا هنا دورة الحياة عندي بيها السكشوال والاسكشوال. من يتميز داخل جسم الانسان ويرجع يصير جاميتوسايت. زين والجاميتوسايت راح تتميز الى ميل وفيميل، راح ترجع بعوضة اخرى غير مصابة زين او ما حاملة هذا المرض، ترجع ايضا من تجي تتغذى على جسم الانسان او اثناء ما تاخذ البلاد من الانسان. زين راح ترجع تنصاب بيمن، راح يرجع ينتقل لها الجاميتوسايت راح يصير بالبعوضة، راح يرجع ايضا عن طريق السلا يعني عن طريق الجهاز الهضمي مالت البعوضة والهاي يرجع يتميز الى انه طبعا انا تكون عندي هاي الجاميتوسايد ماكرو ومايكرو. زين يعني الانثوي والذكري راح ترجع تتحد هنا، يعني هنا يا دورة حياة تصير عندي سيكشوال، راح يتكون عندي الاو كاينين وبعضها يتمايز الأوؤوسايت يكون، ووراها راح يرجع يتكون لي الأوؤوسيست، ووراها يرجع يتمايز إلى أنه يكون سبوروزويد ويرجع مرتلخ يسبب لي الإصابة.
زين شوية دورة الحياة طويلة، بس احنا ما مطلوب من عندكم قلت لكم دورة الحياة، بس مطلوب من عندكم تميزوا لي الاستيجات مالت الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج بالهيومن، شنو دا يصير عندي يا دورة حياة، وبال الانوفلس او الموسكيوت يا دورة حياة. زين يعني انا خلال الهيومن تكون عندي الاسكشوال سايكل زين، بس بالبعوضة لا الفيس، بس بالبعوضة تكون السيكشوال. هاي ايضا تميزوها انه الجنيتات راح تكون داخل البعوضة تكوني الاو سايتس، والاو سايتس راح تنقسم ايضا وتتميز الى السبوروزويد. زين هاي بالبداية دورات الحياة هي جزء من هاي دورة الحياة الكبيرة. اول شيء نفصلها هو يعني بالبداية انه بالهيومن دا تصير عندي الاكسو اريثروسايت والسبوروزويد اللي هو الانفكتيف ستيج، راح يروح علما للهيباتيك سيل اللي هي الخلايا مالت الليفر مالت الكبد. زين بعدها راح يخرج من الاكسو اريثروسايت راح وين يتحول لي، راح ينتقل الجزء اللي راح يتمايز من عندها راح يرجع يدخل هاي دورة حياة الثانية اللي هي الارثروسايتيك، راح اميز بها قلت لكم يا ستيجات اللي هو الرينج ستيج زين والتروفوزويد والشايزونت. الميروزويد هو يعني جزء انتقالي بين التروفوزويد والشايزونت والماتشور شايزونت. زين بس احنا ما راح تشوفوها من حتى نعطيكم الرسومات، ما راح تقدرون تميزون كل هاي الستيجات داخل الها، يعني حتى اذا نجيب لكم استيجات واضحة مثلا رينج ستيج من الاستيجات المهمة، الجيميتوسايت زين يعني هاي الاستيجات الواضحة. وراها هو منطيكم التفصيل انه داخل الدورة الثالثة اللي هي تكون بالموسكيوت اللي هي السيكشوال، راح تتحد الجيميتات وتكون لي الاوسايت، وبعدها اخر ستيج اللي هو راح يرجع مرت اللي يروح للسليفري جلاند اللي هو يكون السبوروزويد اللي هو يعتبر الانفكتيف ستيج. زين هاي الثلاث دورات او الثلاث سلايدات بالبداية هي اجزاء من هذه الدورة حياة. انتو شو ما تفتهموها تريدون تفتهموها هيك بالتفاصيل كل دورة حياة ببحثها، تريدون على هذه دورة الحياة تقدرون ايضا يعني تفتهموها انه اني ما يصير عندي غير انه الموسكيوت تنطي هو الانفكتيف ستيج وتكون حاملة السبوروزويد، من راح يدخل للجسم الانسان ما راح رأسا يروح يصيب لي الار بي سيز، راح تمر دورة الحياة هنا بتو سايكل اللي هي الاكزو اريثروسايت والاريثروسايت. زين بعدها ورا ما يصير ديسربتشر للخلايا مالت الكبد، ورا ما يتطور بيها الشايزونت سبوروزويد يتحول الى شايزونت يبدي ينقسم. الشايزونت شنو هي؟ هي قطع صغيرة تبدي تنقسم من السبوروزويد، السبوروزويد يبقى يطور نفسه وتكون لي الشايزونت. هاي الشايزونت من يصير ديسربتشر للخلايا مالت الليفر. زين وين راح تدخل؟ راح تدخل للار بي سيز، الشايزونت هو اللي راح يدخل للار بي سيز اللي اجاني من الاكسو اريثروسايت. راسا راح يتميز هذا الشايزونت، راح يبدي يتميز فراح يتكون لي الرينج ستيج، وراها راح يتكون طبعا هاي هنا كاتبه الميروزويد، او راسا تكتبوا لي التروفوزويد والشايزونت. زين جزء من عندها ايضا راح يرجع مرت اللخ الشايزونت ترجع تصيب لي خلايا ار بي سيز اخرى ما مصابه، وجزء من عندها راح ضمن الار بي سيز راح يتميز ويتكون عندي الجيميتوسايت، والجيميتوسايت راح ترجع الانوفيلس او الموسكيوت راح تاخذ الوجبه مالتها تاخذ الجيميتات، الجيميتات راح تتحد تكون لي الاووسيست او الاو كايند. زين بعدها يتميز الى السبوروزويد وترجع دورة الحياة. هاي الاشياء المهمة هسه لهنا بالملاريا. زين تحفظولي الاسماء العلمية مالت الجينس هو واحد واكثر من سبيشيز اربعة، تحفظولي المرض شي يسبب،
وتحطوا لي ضمن دورة الحياة الانفكتيف ستيج والدايجنوستيك ستيج، وتركزوا لي على الدايجنوستيك ستيج، ما تكتبوا لي ستيج واحد. من اقول لك الدايجنوستيك ستيج للبلازموديوم او الملاريا تعدد لي اياهم ثلاثتهم. زين، هاي من الملاحظات اللي تنتبهون عليها حتى بالامتحان. هذا طبعا الفيجر يعني ايضا مكرر الدورة الحياة، ما مطلوب من عندكم. اذا تريدون انت يعني اخذوا فيجر واحد، وانا افضل هذا الفيجر، هذا اوضح شيء اشوفه، يعني هذا الفيجر اوضح شيء لكم. راسا على الفيجر تحددون الاشياء المطلوبة من عندكم بالعملي. زين، نيجي هسه للعينة. احنا من اجانا البيشن وعنده راح تبدي طبعا الاعراض شنو تطلع عندهم، راح تظهر عند المريض، راح تبدي من يصير بالليفر، ما تظهر عند الاعراض اللي هي هالفتره مال الحضن مال الطفيلي، شو وقت تبدي تظهر عندنا الاعراض؟ من يروح للار بي سيز. طبعا هو من الامراض الخطره الملاريا، لانه حتى فترة الإصابة ما تكون طويلة، ومرات الباراسايت يكمن داخل الجسم أيضا، من تتهيئ لظروف ملائمة راح يظهر. زين، فتطول من الأعراض مالته، مثلا الفيفر، تصير آلام بالمفاصل، آلام بالبطن، قشعريرة، الحرارة تروح وتجي، وكل نوع تختلف فترة الحضانة مالته عن الآخر. بس اغلبهن اغلب او اغلب الانواع هن يعني تقريبا هذني الانواع اربعه تظهر الاصابه والاعراض كلها، اذا تريد تظهر خلال شهر تبين الاصابه. لذلك ستشوفون احنا من المهم انه دائما البق هذا اللي بالبيت، وهسه اصور الوقت مالته يعني صاير دائما يعني يعني الوقايه من عنده، انه واحد يحاول يكافحه مبيدات، او مرات حتى اذا دا يروح المكان يعرف انه مثلا، خاصة حس حتى احنا عندنا ترى بالجنوب اكو اصابات مال ملاريا، دائما المكانات هاي المكشوفة بها اهوار ومستنقعات وهاي السوالف، بساتين تكثر بها البعوض، دائما نشوف حتى هسه هاي يعني تضمن اختصاصكم الصيدلة، هاي الكريمات اللي تمنع انه يعني البعوض يجي، يعني تطرد البعوض من الجسم، فدائما يحط هاي الكريمات اللي تكون طاردة للحشرات على مود يتجنب الانسان من الاسعب هاي البعوض. زين، نيجي للعينة. العينة اللي راح ناخذها احنا هنا راح تكون عندنا البلاد. البلاد من ناخذها؟ انتو شايفين التيوبات بالمختبرات مالت التحليل، اكو احنا عندنا تيوبات على مود تمنع التجلط مال الدم. زين، الدم ما يتجلط ويرجع يتخثر، فيحطون بيها الاي دي تي اي. هاي الاي دي تي اي على مود يعني شلون الهيبارين تبقى الدم مالتنا يبقى متميع، على مود انا من اجي اسوي السمير مالتي مالت العينه اقدر اشوف الاستيجات مالت الطفيلي. زين، فالجمع مالتها راح يكون بهذا النوع من من التيوبات. العينة هنا أنا من أجي أسويها راح نسويها بطريقتين، اللي هي ثيك فيلم، نسميها هي فيلم، فيلم للبلاد، يسوون سامعينهم بالفيلم، يسوون فيلم للبلاد اللي هو ثيك فيلم والثين فيلم، اللي هي يسموها بالجولد ستاندرد ميثود بالنسبة لهذا الطفيلي أو الدايجنوستيك لهذا الطفيلي. بالثيك فيلم انا هنا شنو راح اقدر اميز؟ راح اقدر اميز الجينوس مالت الباراسايت، يعني اقدر اميز انه هذا عندي موجود البلازموديوم. بالثين فيلم راح اقدر اميز السبيشيز، السبيشيز انا مو قلت لكم اكو اكثر من نوع من السبيشيز، حسب الاشكال مالتها راح اقدر اميز السبيشيز بالثين فيلم. زين، السمير مالتي طبعا احنا سيدا ان شاء الله نشوف لكم اياها يوم الاحد، نحاول نسويها. راح ناخذ الطريقه مالتها انه اخذ من الفينجر فد قطره وحده. زين، سلايدين احط واحد عكس الاخ، اول شيء اخلي القطره، هسه نحاول نسوي لكم اياها، واسحب السلايد الثاني. زين، بزاويه 45 أميل السلايد الثاني وأسحب القطرة مال الدم، راح تتكون عندي بالبداية مالتها، ماكو هنا بالسلايد، راح تتكون بالبداية
اقدر اشوف هنا الثيك زين. هاي اخر شيء بالسلايد اسوي لكم اياها ونراويكم اياها. هنا أنا نشوف الثن، اقدر انا بنفس السلايد، هم عاده يسوي لك الثيك بوحده والثن، بس هي انا بطريقه واحده اقدر اشوفهن. يعني انا هذا اول جزء من السلايد يمثل لي هو الثيك ثن، اخر جزء من السلايد اقدر اميز بيه السبيشيز او الاطوار اللي تكون داخل الار بي سيز زين. وطبعا بالاضافه الى الطرق احنا هو ما حد يستخدم هاي الطرق، كلها يستخدمون كتات خاصه راسا تجي تسوي لي ديتكت للانتيجين او الانتي بودي المتكون حسب نوع الكت، يقيس لي انتيجين او انتي بودي على الطريقه اللي راح استخدمها زين، ونشخص يشخصوا ايضا بالار بي سيز. يعني هاي الطرق الحديثه كلها هسه متبعه للتشخيص خاصه الباراسايت والفيروسات. البكتيريا احتمال يشخصوها بالطرق التقليديه، بس الفيروسات والطفيليات اغلبها دا يتبعون هاي الطرق الحديثه يعني التشخيص الباراسايت زين. هنا أنا طبعا راح نشوف الرينج ستيج، هاي هاي الفقرات الاحد ان شاء الله راح نحدد لكم اياها، نشوف انا واستاذ احمد كم فقر، يعني بس المطلوبه من عندكم شويه واضحه او اللي احنا يعني على مود نركز لكم عليها، من ما تخربطون ويا غير فقرات زين. بس الرينج ستيج هو من الفقرات المهمة زين، لأنه هو يعتبر دايجنوستيك ستيج. التروفوزويد ما صور تقدرون تميزوه، بس الشايزون تقدرون تميزوه، الجيميتوسايد أيضا نقدر نميزها زين. فالرسومات مالتكم راح تكون نحدد لكم إياها إن شاء الله الأحد من تجون ترسمون السلايدات المطلوبة من عندكم. طبعا هذا اكثر من هنا الجينس السبيشيز قلت لكم ما راح تقدرون تميزون، فاحنا هاي الفيجرات ما راح نعطيكم اياها السبيشيز محدد، راح نعطيكم اياها الجينس زين. يعني من تجي تحدد لي بالامتحان راح تقول لي سبيشيز، مو الا تكتب لي شنو هذا السبيشيز زين. بس مطلوب من عندكم تحفظوهم يعني كتعداد الانواع للبلازموديوم، لانه هو جيناس واحد باكثر من نوع زين. راح تشوفون هوايه فيجرات، هاي مو كليتها مطلوبه من عندكم رسم، قلت لكم ان يعني تحاولون ترسمون بس الاستيجات المهمه اللي هو الرينج ستيج والشايزونت زين. هنا أنا هسه مبين شايزونت، شلون الشايزونت تعرفه؟ رأسا هيجي أشوفه شلون داخل تصير داخل الار بي سيز تصير، شلون النقاط لونها طوخ زين. الرينج ستيج هم يكون كلش واضح داخل الار بي سيز زين. الجيميتوسايت أيضا راح يكون مطلوب من عندكم، يعني هسه هنا الجيميتوسايت شلون أعرفه؟ عرفه انه يكون ماخذ اكبر حجم للار بي سيز، يعني تقريبا ماخذ كل حجم الار بي سيز زين. فهاي الفيجرات الاحد ان شاء الله نحدد لكم من عندهن يا هي اللي ترسموها. ومن هذا اني من هذا الفيجر الاخير تحاولون ترسمون رسم واحد لكل ستيج، مثلا للرينج ستيج وللتروفوزويد وللشايزون وللجيميتوسايد. الجيميتوسايد ايضا ما راح تقدرون تميزون الميل عن الفيميل، فيعني بس تحددوا انه هذا جيميتوسايد زين. ما هذا مختبركم مال هذا الاسبوع، يعني حاولنا احنا نختصره بالعملي، هو كان كلش متشعب، بس يعني ما نريد ندوخكم بالعملي بتفاصيل، انتو كلها راح تاخذوها بالنظري. عندكم سؤال ماما؟ العفو دكتورة. نعم أحمد. دكتورة يعني هسه بخصوص الصور مو التعداد، إذا مثلا جت صورة أو أي شيء مجرد أنك تكتب بلازموديوم سبيشيز وهذا هو ما تذكر شنو مثلا تكتب سبيشيز، إي تكتب سبيشيز ما تحدد من هو، بس في حال إذا أنا قلت لك لا عدد لي الأنواع تعدد لي إياها. يعني كتسمية فقط مقارنة.
اي بس مثلا كدايجنوستيك اذا اجيب لك بس الشكل واحد واقول لك دايجنوستيك تقول لي بس بلازموديوم سبيشيز، بس اذا انا مثلا غير سؤال جايبت لك قايت لك لا اريد الانواع مال البلازموديوم وتعددها. ماشي، شكرا دكتور. تمام. لا دلل احمد عندكم ماما بعد سؤال. الرسومات باشر اصور هن اربعه، يعني انا عاده اقول للاستاذ احمد نركز بس على الرينج والتروفوزويد والشايزوت والجيميتوسايد، بس مع هذا ما يخالف نشوف الاحد يعني باشر اذا الله خلانا طيبين، او تشوف تشوف على جروباتكم شنو هي المطلوبه من عندكم، ما تطولون بها هم لان هيك شيء يعني ربع ساعه تكملوهن. راح يكون عندكم امتحان اورال، احنا متفقين من قبل امتحانات الميد. مو دكتورة اي يعني هو الاورال مو احتمال كليتكم، بس انتوا كلكم تتهيئون للامتحان، بس احنا نحاول انه كلكم يعني نسوي لكم امتحان اورال، ولا تخافوا من عنده بالعكس ترى الاورال احنا دا نريد سويناه دا نحاول نساعدكم، يعني شوية الاورال مو مثل الريتن اني درجة مجبر انه اقدر احاسبك على املاء او شيء، الاورال لا شوية يكون فليكسبل، يعني انت مجرد اني ما اشوف الطالب حافظ ومفتهم المادة يعني ان شاء الله يكون مساعدة لكم. ما اعرف اذا عندكم سؤال، هو الوقت وقتكم، بس هي المحاضرة خلصت، اللي ما عنده سؤال وعنده غير التزام او شيء يقدر يعني ياخذ راحته، واللي عنده سؤال يسأل واني وياكم.